أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 70.7 أو 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41% في يونيو 2023. وذكر البنك في بيان له أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي لتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.